أعلنت كل من هيئة البحرين للثقافة والآثار ومركز الشيخ إبراهيم بن محمد الخليفة للثقافة والبحوث ومسرح الدانة بالتعاون مع مساحة الرواق للفنون والبارح للفنون التشكيلية وآرت كونسبت ومركز لافونتين للفن المعاصر عن فعاليات مهرجان ربيع الثقافة. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم في مسرح البحرين الوطني، والذي كان بحضور سعادة الدكتور رمزان بن عبد الله النعيمي وزير الإعلام، وسعادة الشيخ خليفة بن أحمد بن عبد الله الخليفة رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار، إضافة إلى عدد من السفراء ومجموعة من شركاء وداعمي المهرجان والإعلاميين. وبهذه المناسبة أكد سعادة الشيخ خليفة بن أحمد بن عبد الله الخليفة رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار أن المهرجان يواصل إثراء الحراك الثقافي في مملكة البحرين كواحد من أبرز المواسم الثقافية في المملكة، مضيفا أن ربيع الثقافة هو أكثر من مجرد أنشطة ثقافية هادفة، بل هو مساحات للقاء الإنساني وفرصة لتعزيز جسور التواصل ما بين حضارة مملكة البحرين وباقي الحضارات من حول العالم. هذا وينطلق المهرجان بمجموعة منوعة من الأنشطة والعروض الثقافية والموسيقية والفنية ابتداء من يوم غد الخميس. حضرنا هذه الاحتفالية الافتتاحية لمهرجان ربيع الثقافة، للحقيقة كل سنة عن سنة يقدم حق المجتمع البحريني ومن مواطنين ومقيمين جرعة ثقافية مميزة ومنوعة من موسيقى، من فن، من فنون أدائية، وكل سنة الحمد لله عن سنة نشوف فيها تطور وفيها تجديد، وخصوصا هذه السنة الحمد لله نشوف فيها أبعاد جديدة وشراكات دولية. فنهني الحقيقة هيئة بحرين للثقافة والآثار على هذه الافتتاحية الموفقة، ونتمنى لهم بإذن الله أن التوفيق في جميع الفعاليات، خصوصا أن هي توافق مع كون البحرين في هذا العام عاصمة الإعلام العربي. فالحمد لله الكثير من الفعاليات المقامة في هذا الموسم تعتبر فعاليات مكملة لكون البحرين عاصمة للإعلام العربي. مهرجان ربيع الثقافة يعود هذا العام ببرنامج متجدد ومتنوع يغطي عدد كبير من الذائقة الفنية، سواء كانت للبحرينيين أو للزوار. نعول على هذا المهرجان أن يكون ركيزة أساسية للسياحة الثقافية في البحرين، نبرز فيه ثقافات العالم المتعددة من خلال الموسيقى، المسرح، المعارض الفنية وأشكال الثقافة المختلفة. وبالأخص هذا العام كرسنا مساحة كافية للفنان البحريني لاستعراض ما لديه من إبداعات ثقافية. لدينا عروض موسيقية متعددة تشكل الموسيقى البحرينية في أشكالها المعاصرة والحديثة والتقليدية.